لا اليوم غنشوفوا الضرس ديال النسبه المئويه الجزء الاول. شنو هي النسبه المئويه؟ النسبه المئويه هي واحد الكسر فوق ديال واحد الجزء على 100، يعني البسط على المقام. المقام دائما هو 100، وسميتها الفرنسيه لو بورسونتاج. والرمز ديالها هو هذا، نقولوا في المئه. مثلا السؤال الاول، احسب النسبه المئويه من كل عدد 10% من 93، كيفاش نحسبها؟ كاين جوج طريقات او طريقتين. الطريقه الاولى كنشدو 93 في 10 مقسومه على 100، اي 93 في 10 مقسومه على 100 هي 100. نختزل 93 في 1 مقسومه على 10، اذا 93 مقسومه على 10 هي 9.3، اذا الجواب هو 9.3. الثانيه 680 مقسومه على في 50 مقسومه على 100، دائما في مقسومه. وكنلاحظوا 50% تيقول لك شنو، عطيني 50%، 50% صافي غادي يعطيني نص، نص بالنص. نقدر نجاوب على ديريكت، يعني 680 مقسومه على 2 هي 340. نشوفوها بطريقه، غنقول لها نشدو 680 في 50 مقسومه على 100، نختصر هاد الصفر مع الصفر وهاد الصفر مع الصفر. 8 في 5 40 3 4، 5 في 6 30، 4 34، اذا الجواب 340. نمر الى 65% من 40، عاوتاني نفس الطريقه، 40 في 65 مقسومه على 100، نختزل هذه مع هذه، 4 في 5 20 قد 2، 24 25 26، نقسمها على 10 بطريقة حالية 26. 20% من 530، 530 في دائما في 20 مقسومة على 100، اختزال اختزال اختزال، 53 في 2 هي 36، 10، إذا الجواب هو 106. بالنسبة للأعداد الكسرية، قال لك السؤال الثاني، أحول الأعداد الكسرية التالية إلى نسب مئوية. هاد الأعداد الكسرية بغيت نحولها لنسب مئوية. جوج طريقات قلنا، كاينة الطريقة الأولى وكاينة الطريقة الثانية. الطريقة الأولى كنشد هاد العدد البسط كنقسمو على المقام، 3 مقسومة على 4 هي 0.75، وكنضربها في 100 تساوي 75 في 100. وكما قلت لكم من الأحسن تستعملوا 100 اللي هي سهلة، 100 في 3 مقسومة على 4، 100 في 3 300 مقسومة على 4 هي 75 في 100. 12 200، هذه المرة كنشوفوا 200 نفس الطريقة، 100 في 12 مقسومة على 200، اختزل اختزل، 1 في 12 مقسومة على 2 هي 6، إذا الجواب هو 6. 3 على 20 100 في 3 على 20، اختزل، 10 في 3 30 مقسوم على 2 تساوي 15 في 100، 8 على 25، كاين طريقة أخرى عاوتاني نقدر نديرها، ولكن أحسن نستعملو غير هذه باش تجيكم سهلة باش نحتاجوها في السعر والفائدة في الجزء الثاني إن شاء الله. 100 في 8 على 5 على 25، إذا 8 في 100 800. 800 مقسومة على 25، الجواب غنديرو 80 كم فيها من 25، فيها 3، 3 في 5 25، 6 75، 4 في 5 نزيد 5 فيها 2، إذا 2 هو 30. 29% هذه أصلا سهلة، 100 في 100 في 29 مقسومة على 100، هنا 100 وهنا 100 تصدم، إذا الباقي هو 29. وأي اي مقام اي نسبه كسر اي كسر المقام ديالو 100 تبقى هو هو. ناخذ مساله صغيره، بلغت نسبه النجاح 75% في مدرسه عدد تلاميذها 760
تلميذ. أتمم ملء الجدول يحسب عدد تلاميذ الناجحين أو عدد الناجحين. العدد الكلي للتلاميذ عدد الناجحين أو التلاميذ الناجحين. العدد الكلي التلاميذ قلنا هو 67. بحال كيمثل في النسبة، النسبة كيمثل 100%. حنا بغينا نعرفو غير 70% شحال. إذا شكون اللي يقوم؟ سلام. يلا أخذ عدد كل التلاميذ التي نضربه في النسبة المئوية التي يتبعون نقسمها على 100. التلاميذ هو عدد التلاميذ هو 502. إذن عدد التلاميذ الناجحين هو 532.